السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أنور ودي قناتكم قناة سمارت إنجليش. بحييكم تحية كبيرة جدا من أعماق قلبي كل محب اللغة الإنجليزية، تحديدا المهتمين بالتوفل إكزام والتوفل تيست بصفة عامة. النهاردة في قسم ستراكشر أند ريتن إكسبريشن هنناقش مع بعض مهارتين من أهم المهارات اللي عليهم مشاكل كتيرة جدا وبتقرق كتير من دارسي التوفل. تمام، النهاردة يا شباب هنخوض في شرح هذين المهارتين بالتفاصيل. هتطلع وأوعدك إن شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده للنهايه وللنهايه هتطلع منه بيرفكت 100% وتكون متقن جدا للمهارتين دول، وهنحل كمان تطبيق عملي على هذان المهارتين في هذا الفيديو. تمام، يلا نروح على التفاصيل ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني يا شباب، حابب بس انوه عن جزئيه صغيره كده او معلومه. دي قناتكم انتوا يا شباب، تمام، وانا مجرد ميسر او موجه جوه القناه. انتوا جيشنا العظيم اللي دايما بنفتخر بيه. النهارده عندنا مهارتين هنشرحهم بالتفاصيل. ما يميزنا عن غيرنا يا شباب ان احنا بنشرح بالتفاصيل ادق جدا، لدرجه ان ناس كتير بتقول ما شاء الله الاداء رائع وشرح مبسط بشكل كبير جدا، وان شاء الله نعودكم على هذا الاداء، ما فيش اقل من كده ان شاء الله تفهم بتفاصيل كبيره جدا، لان ده هو الهدف الاساسي من هذه القناه سمارت انجلش، اللي بتدي لك المعلومه بشكل مبسط، وغير كده كمان بتضيف لك الاجابه جوه السؤال وتعرفك سبب ليه الاجابه. احنا قلنا مشعارنا من بدري ان احنا بنفهم مش بنحفظ، زي غيرنا بيدي رؤوس اقلام وبيديش تفاصيل. لا، احنا بتوع التفاصيل. ان شاء الله مع التوفل في سمارت انجلش هتنجح فيه وتجتازه وتجيب السكور اللي انت عايزه. يلا بينا نشوف مع بعض النهارده يا شباب سكيل نمبر 11 وسكيل نمبر 12 ونشوف تفاصيلهم مع بعض. Adjective clues connectors correctly، يعني استخدم روابط الجمل الوصفية. طبعا بداية كده حد يقول لي الجملة الوصفية ايه؟ اقول له الجملة الوصفية دي جملة جاية توصف اسم قبلها، تمام، او شيء معين او فاعل معين او مفعول معين. تمام، هنشوف مع بعض المثال وهيوضح بالتطبيق العملي. بقول the woman is filling the glass، الامرأة التي تملأ الكوب. That she bought on the table، التي وضعته على الترابيزة. لغاية هنا كده the woman دي فاعل subject و is filling the verb بتاعي و the glass ده الاوبجكت. تمام، طب الجملة من عند كلمة ذات لنهاية الجملة دي اسمها adjective close، يعني جملة وصفية. طيب التي وضعته على الترابيزة، الجملة دي جاية توصف مين من اللي سبق من الكلمات السابقة؟ جاية توصف the glass، الكوب الذي وضعته على الترابيزة. تمام، ممكن اقول the woman is filling the glass that was big او that was large. تمام، يبقى هنا برضو الجملة دي جاية توصف الجلاس. نمبر 2 برضو نفس الجملة ولكن مع اختلاف بسيط، بيقول ذا جلاس اللي هو الكوب. ذات شي بوت اون ذا تيبل، اللي وضعته على الترابيزة ماله؟ كونتينز ميلك. تمام، لو شلنا الجملة دي خالص اللي هي الجملة الوصفية الادجكتيف كلوز دي يا شباب، عادي جدا المعنى يستقيم، ما عنديش مشكلة، فاقول ذا جلاس كونتينز ميلك، دي كلوز عادية ما فيهاش مشكلة. ولكن جت الجملة هنا وتسمى في اللغة الإنجليزية adjective close، يعني جملة وصفية، قامت هذه الجملة بوصف الفاعل بتاعي اللي هو the glass. The glass that she bought on the table. ما تنساش كمان ان في الجملة الوصفية دي لابد ان تحتوي على رابطة ثم فاعل وفعل، تمام، زي اي close عادية. فاقول عليها في الحالة دي ان دي جملة وصفية جت توصف الفاعل بتاعي the glass، ونفس الكلام في الجملة الاولى والتالية. The paper computer TOEFL test. The gift space selected for the bride was rather expensive. عايز يقول ان هي التي تم اختيارها للعروسين كانت غالية جدا. طيب اقول the gift because selected for the bride، ولا the gift was selected، ولا the gift since selected، ولا which we selected. طيب الاول ابص على الجملة، the gift ده الفاعل بتاعي، تمام، وده الverb. تمام، طيب انا عندي الverb selected، تمام كده. ما انساش كمان يا شباب اني كمان عندي في الجملة دي فاعل كمان اخر. اذا الجملة زي ما قلنا بتحتوي على فعلين، ادي فعل منهم وده الفعل التاني، يبقى انا محتاج للجملة دي فاعلين. تمام، وفي الحالة دي مش هقدر اختار because، تمام، ولا was ولا since. تمام، امال اختار ايه؟ الاجابة الصحيحة هي which we. طب ليه؟ لانها احتوت على جملة وصفية. الجملة الوصفية دي يا شباب زي ما قلنا فيها الرابطة which ثم الفاعل وي، اوكي؟ فتبقى عندي حاجه اسمها جمله وصفيه بتيجي بين الجمل عشان تستخدم لوصف فاعل او مفعول او ايا كان، ناون يعني. تمام، الجمله الوصفيه دي لابد ان تحتوي على رابطه وصفيه
وهنشوف انواع الروابط الوصفيه فيما بعد. حاليا دلوقتي الجمله تحتوي على فعلين، ادي اول فعل اهو زي ما انتم شايفين، والفعل الثاني واز. اوكي، طيب في الحاله دي هستخدم ايه؟ هستخدم الرابطه ثم فاعل، لان الجمله تنتقص الى الرابطه والفاعل. انا بقى تشوف الجزء ده يا شباب، وده اللي انا اتكلمت عنه وبقول ان هو الادجكتيف كلوز كونكتورز، الروابط بقى الخاصه بالكونكتورز. زي ايه؟ زي هوم، ودي بتستخدم مع العاقل تمام للفاعل او المفعول، بس بشرط يكون عاقل تمام، وويتش للاشياء، وذات للاثنين، للاشياء بيبل اند ثينجز. تعال نشوف الكونكتور دي بتشتغل ازاي ونوظفها في جمل. لايك ذا بوك، اي لايك ذا بوك، يعني انا حبيت الكتاب. ويتش يو ريكومند او ريكومندد. اوكي، طيب اي ادي الفعل السبجكت بتاعي، وادي الفيرب لايكد، وذا بوك الاوبجكت. حلو، دي جمله كلوز عاديه كده اهو. والجمله الثانيه الكلوز الثانيه اسمها يو ريكومندد اللي انت وصفتها. طيب الجمله من اول ويتش حتى نهايه الجمله الثانيه دي يا شباب بنقول عليها ايه؟ adjective close، جمله وصفيه. وصفت مين؟ وصفت the book. تمام كده، وصفت مين؟ the book. طيب اقول على دي ايه؟ اسمها adjective connector. اسمها ايه؟ adjective connector، يعني رابطه وصفيه. طيب ليه استخدمت which ما استخدمتش مثلا whom ولا that؟ اقول لك لانك بتتكلم على غير عاقل، things، الاشياء، يبقى استخدم مع الاشياء كلمه which. الجمله دي كلها قلنا جمله وصفيه، وده الشيء الموصوف، ودي الرابطه الوصفيه. تعال نشوف جمله كمان. The book which you recommended ماله was interesting. تمام، هنا في الجمله الاولى لو لاحظت يا شباب ما فيهاش غير فعل واحد liked، لكن الجمله الثانيه اصبحت فيها فعلين. You recommended، ادي recommended، was interesting. طيب الجمله الوصفيه فين يا شباب؟ مين يحددها معايا؟ اهو ادي which زائد you recommended، كل دي اسمها جمله وصفيه adjective close. طيب فين الرابطه بتاعتي؟ which اهي. طب ليه اخترت which يا شباب؟ لان ده غير عاقل، the book اللي هو subject. تمام، طيب فين الفعل بتاع الجمله الوصفيه؟ you. فين الفعل؟ recommended. تتفصل الجمله بهذا الشكل. طيب هل الجمله لو وقفنا لغايه هنا يا شباب تصبح دقيقه؟ او the book which you recommended وقف؟ لا طبعا، انت ما ضفتليش حاجه كده، بتقول لي الكتاب اللي انت اوصيت بيه ليا ماله؟ ماله بقى؟ كل ديت جمله فاعل. تمام، was interesting، كان شيقا. على بقى كده انا عارف ان انت تايه شويه، هجيبك معايا في جمل تطبق عليها عملي، وانت هتحكم نفسك انك فهمت. بيقول يا شباب في هذه الجزئيه، it's important to fill out the form in the way that you have been instructed. تمام، الجمله دي بيقول انها correct، يعني صحيحه. تعال نشوف صحيحة ازاي. هي تحتوت على subject، السبجكت بتاعي، والverb. تمام، اهو ده الverb بتاع الجملة اللي هو it is important، دي صفة، to fill out the form in the way. دي جملة كلوز هي كاملة لغاية كلمة way هنا. تمام، دي كلوز. طب امال التانية دي اسمها ايه؟ اسمها adjective close، جملة وصفية. ليه؟ لانها جت وصفت اسم قبلها that you have been instructed. الفورم ده اللي هي الاستمارة او الشكل، ده وصف لها. الجملة دي جاية توصفها، الجملة دي جاية توصف مين؟ جاية توصف the form، بتقول that you have been instructed، اللي انطلب منك تعليمات فيها، املاها، من المهم ان تملأ هذه الاستمارة. تمام، ده المعنى. طيب الجملة دي كلها من اول كلمة ذات الى instructed اسمها adjective close، جملة وصفية. طيب الجملة الوصفية صحيحة ولا فيها خطأ؟ نشوفها مع بعض. اول حاجة فيها ذات رابطة، ايوة فيها ذات رابط. فيها فاعل، ايوة فيها يو فاعل. فيها فعل، ايوه فيها يو هاف بين انستراكتد فعل. يبقى الجمله صحيحه 100. نمبر 2 يا شباب، انكوريكت، خطا، والسبب هنشوفه بالتفصيل. ذا كار اللي هو السبجكت، ويتش اي هاف بين درايفنج فور 5 ييرز، اللي انا بقودها منذ 5 سنوات، فور سيل ات ريلي جود برايس، للبيع بسعر جيد جدا. طيب تعال نشوف تفاصيلها ونشوف الجمله ليه خطا وفين الخطا. ذا كار ده الفاعل تمام، ودي الجملة الوصفية، ماليش دعوة بالجملة الوصفية خالص كده، سيبها لي كده على جنب. تعال نشوف الكلوز التانية اللي جت في نصها، الكلوز الوصفية دي، هل تحتوي على فعل؟ لا، أنا محتاج في المكان ده تحديدا كده، شايفينه ده كده؟ فيرب. طيب هحط هنا فيرب زي ليه؟ ذا كار نقط، لما بتكلم في مضارع يبقى ممكن أستخدم إيز. تمام؟ يبقى كلمة ذا كار إيز فور سيل at a really good price. يبقى اذا الخطا في هذه الجمله هي انتقاصها missing verb، لانها لم تحتوي على فعل، وهذه الجمله الكلوز الكبيره دي بدون الكلوز الوصفيه ها ناقصها فعل، ادي الفاعل وده الفعل يا شباب.
ان تبحث عن الثلاثه دول، الرابطه في الجمله الوصفيه ثم الفاعل ثم الفعل، موجودين يبقى الجمله الوصفيه صحيحه. ايضا في الجمله العاديه الثانيه اللي هي اتوصفت نقول لازم يبقى فيها السبجكت وفيرب، اد السبجكت ذا كار والفيرب منتقص، لازم احطه من عندي. يا شباب بقول I just finished reading the novel whom the professor suggested for my POC report. هنا من الوهلة الأولى حضرتك محتار دلوقتي، أنا متأكد مش عارف الجملة دي صحيحة ولا خطأ. تعال نمشي على الخطوات ونشوف بالظبط. أول حاجة أدي السبجكت بتاعي تمام أو I، وأدي finished الفيرب تمام كده، ده الفيرب بتاع الجملة، يبقى I finished reading the novel. وقف هنا لغاية نوفل كده تمام، أنا انتهيت من قراءة القصة. طيب اللي جاي ده كله بنقول عليه يا شباب زي ما اتفقنا جملة إيه؟ وصفية، فيها تلات خطوات لازم نعملهم. رابطة، أيوة موجودة الرابطة. فيها فاعل، أيوة موجود الفاعل the professor. فيها verb suggested، أيوة موجود. إذا الجملة صحيحة، بس أنت نسيت حاجة بقى مهمة، الرابطة هوم هنا يا شباب بتيجي مع العاقل صح زي ما اتفقنا، احنا سألها من شوية فوق، أيوة بتيجي مع العاقل. طيب هذه الجملة I just finished reading the novel، النوفل دي يا شباب بقى عقل يعني الفاعل بتاعها هي ولا شي ولا ات؟ لا الفاعل بتاعها ات تمام. اذا هو دي تتشال من هنا، ها يعني wrong connector يعني رابطه خطا، احط مكانها ايه بقى؟ احط ذات او which تمام كده، يبقى ده اجابه four. The plan that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. الطيارة اللي كانت متجدولة او محطوطة في الجدول عشان تاخده الى هواي تأجلت او تأخرت. طيب نشوف مع بعض نشوف مع بعض. The plan ادي الفاعل subject، that ادي الرابطة، يبقى نمسك من هنا كده كل دي كده لغاية هواي جملة وصفية. عرفت منين؟ اقول لك في فعل جه وراها اهو، خلاص was delayed تمام، كل ده verb تمام، جزء من verb was وdelayed تصريف تاني. الطيارة اتأخرت، والدليل ان هذه الجملة صحيحة انك لو حذفت تماما الجملة الوصفية كلها هتلاقي جملة بتقول the plan was delayed، جملة صحيحة ومعقولة ومنطقيا تمام. لكن هنا بقى تعال نشوف مع بعض، the plan was delayed دي صحيحة، الكلوز الاولاني صحيح. هل الجملة الوصفية صحيحة؟ احنا قلنا بنختبر ثلاث خطوات، واحد الرابطة اهي ذات موجودة تمشي مع the plan، ايوه ذات غير تمشي مع غير عقل والعقل. طيب he was scheduled to take to Hawaii مظبوط، was delayed، يبقى في رقم أربعة يا شباب الجملة ما فيهاش أي خطأ، الجملة دي correct تمام. نسينا نكتب على دي incorrect تمام، يبقى number four correct لأن الفاعل موجود والفعل في الكلوز الأولى مظبوط، أما الرابطة موجودة عندي في الجملة الوصفية اللي هي adjective clause مظبوط أيضا، فتبقى that he was scheduled to take to Hawaii دي جملة وصفية تمام، واحتوت على فاعل وفعل وايضا كمان رابطه وصفيه اللي هو الادجكتيف. يا شباب the movie which we watched on cable last night it was really frightening، يعني الفيديو او الفيلم اللي شفناه على قناه كابل امبارح كان مرعب جدا. تعال بقى نمسك تفصيلا الجمله دي صح ولا غلط. the movie ده السبجكت بتاعي خلاص، which من عند which بقى اقفل اهو، تعالى كده نشوف نمبر 5 اهو، دي بقى اللي انا حطيت عليها دايره يا شباب، انتوا تقولوا لوحدكم اسمها جمله ايه؟ وصفيه، برافو عليكم. طب بالانجلش اسمها ايه؟ ها adjective close تمام كده. طيب الفاعل بتاع الجمله الثانيه اهو الجمله دي، واحد بقى قايل لي برافو يا مستر امسك في فاعل ثاني هنا، هنا انت برافو عليك حليت الجمله لوحدك، برافو عليك، هو ده الفهم المظبوط. يبقى ذا موفي هنا يا شباب فاعل، ازاي جايب لي ات تاني؟ الفاعل ده يخص الفيرب ده واز، طب امال ايه ات دي؟ ات ده فاعل زايد اكسترا سبجكت، يبقى هنا الخطا في الجمله دي يا شباب انها احتوت على فاعلين بصرف النظر عن الكونجكشن او الرابطه الخاصه او الجمله الخاصه بالجمله الوصفيه اللي موجوده في النص. يبقى ذا موفي ويتش رابطه صحيحه؟ غير عاقل. وي ادي فاعل واتش فيرب، اذا هذه الجمله الوصفيه صحيحه التركيبه بتاعتها 100 100. طب ايه اللي غلط؟ مش الجمله الوصفيه؟ لا الجمله العاديه الكلوز العاديه ذا موفي ات واز، ذا موفي ات واز يبقى ريبيتد سبجكت، يعني في عندنا فاعل مكرر ذا موفي وات تمام، ما ينفعش لازم احذف ات من الجمله لتصبح صحيحه.
Skill 12, use adjective clause connectors, subject is correct. The woman is filling the glass. المرأة التي تملأ الكوب. That is on the table. تمام؟ دي برضو جملة وصفية. طب عرفت ابني رابطة. ثم ايه؟ فاعل on the table. طيب. هنا بقى الجملة الوصفية محلها فاعل. ليه عم عرفت؟ عشان هو شال الفاعل. لو لاحظت بسرعة كده معايا that it was which is في الروابط التانية يا شباب. اهو. كان بيقول that she. كان في هنا she. وكان هنا she. تمام؟ فشال she دي خالص وحط على طول الفيرب مباشرة في الجمل اللي احنا بصددها الان. اهوت. تمام؟ تعال نشوف كده مع بعض اهو. فشال خالص الفاعل. اذا موقع الجملة الوصفية هنا فاعل. الامثلة هتوضح ما تقلقش. خليك بس معايا. The glass that is on the table. الكوب او الكوباية اللي على الترابيزة مالها contains milk. يبقى هنا موقع الجملة الوصفية subject. الجملة الوصفية الادجكتيف كلوز subject موقعها فاعل. هو ده اللي بيقوله هنا في المهارة دي وبيتكلم عليها كسبجكت. تمام؟ تعال نشوف هنتدرب عليها ازاي. ناخد مثال. And computer to full test. Space is on the table has four sections. يعني نقط اللي على الترابيزة فيها أربع أقسام. عايز يقول الكراسة يعني اللي على الترابيزة فيها أربع أقسام. هل أقول the note is on the table has four sections. خلي بالك بقى أنت عندك verb. تمام؟ وكمان verb. Is verb و has verb. في فعلين. طيب. The note which is on the table has four sections ولا because the note because رابطة. تمام؟ ولا in the note because طبعا يا شباب لا تصح تماما. فيبقى الاختيار هنا خطأ والدليل ان because بيجرى سبب ونتيجة والجملة ليس فيها سبب ونتيجة. دي جملة وصفية. يبقى اذا ده خطأ الاختيار ده. طب in the note في الكراسة is in غلط طبعا الجر ومجرور. انا عايز فاعل. يبقى عندي خيارين the note وده نوت ويتش. انا عارف دلوقتي برافو عليك انت على طول اخترت بويتش الجملة اللي فيها ويتش. ليه؟ لان انت محتاج رابطة وصفية. انت عايز تقول الكراسة اللي دي ايه يا شباب؟ عايزة relative pronoun ضمير وصل يتمشى مع فعل الجملة. ده نوت ده غير عاقل ياخد ويتش. تمام؟ يبقى اقول the note which is on the table has four sections. واحد يقول لي طب انت في الجملة السابقة او المهارة السابقة كنت بتحط فاعل قبل is. هنا بيحذف الفاعل يا شباب لان اصلا موقع الجملة الوصفية فاعل. فبنكتفي بالمهارة بالرابطة سوري فقط. هقول the notebook which is on the table has four sections. تعال معايا اكتر عشان ندوس اكتر وتفهم اكتر. انا عارف ان انت الامور معاك برضو مش مظبطة. For people who طبعا الروابط اهي الكونكتورز الخاصة بالفاعل. Who للعاقل. Which وذا تقريبا نفس الروابط اللي فاتت. بس بيقول she needs a secretary. هي محتاجة سكرتيرة. Who types fast. طيب. ادي جملة عادية خالص. فاعل وفعل. وادي الكونكتور بتاع الادجكتيف كلوز او السبجكت بقى الجديد هنا اهو. ان هو هنا يا شباب حلت محل الفاعل. ليست كونكتور فقط ولكنها ايضا سبجكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو النهاردة في المكان ده حلت محل الفاعل ولم تعمل فقط عمل رابطة بين الجمل الوصفية. هنا كمان a secretary who types fast is invaluable. يعني غير متاحة الان. تمام؟ دي adjective. طيب a secretary السكرتيرة. هو دي جت ايه؟ تصفها. تصف secretary. types جي بعد الرابطة على طول فعل. ليه؟ مفيش فاعل ولا فعل تاني is ولا اي حاجة زي المرة اللي فاتت 11. لا. ليه؟ لانها حلت محل الفعل فعملت مع عمل الفاعل اصبحت subject وجوارها الverb types يعني يطبع. جملة نمبر 1 is correct. صحيح. تعال نشوفها مع بعض. بيقول the ice cream that is served in the restaurant has a smooth creamy texture. بيقول ان الايس كريم اللي بيقدم في هذا المطعم له مذاق وشكل كريمي كده ناعم جميل. طيب. نفصل الجملة زي ما بيقول ده ايس كريم ده subject بتاعه. طيب. That is served in the restaurant. That هنا الرابطة وصفية بتصف مين؟ الفاعل. Is served. لاحظ هنا ان هي حلت محل فاعل ايضا جوه الجملة الوصفية. فما فيش فاعل. رابطة. المرة اللي فاتت في المرة اللي فوق كنا بنقول رابطة وفاعل. لا المراتي رابطة بدون فاعل. طب ليه شلنا الفاعل؟ لان اصلا الرابطة اشتغلت محل الفاعل. قامت بدور الفاعل. يبقى that is served in the restaurant. دي جملة وصفية لمحل فاعل.
has a smooth creamy texture اللي هو the ice cream. يبقى الجملة عادي جدا الفيرب بتاعها هو has. The ice cream has a smooth creamy texture. تمام؟ يبقى بهذا الصفة او بهذا الشكل والوصف كده الجملة صحيحة. عنده رابطة ثم فاعل، مفيش فاعل. تمام؟ طيب وهنا الفاعل ثم الفعل ثم بقية الجملة، مظبوط؟ نشوف نمبر 2 يا شباب مع بعض. بيقول ان دي incorrect، الجملة incorrect. تعال شوف: The cars are trying to enter the freeway system are linked up for blocks. بيقول ان العربيات اللي حاولت تدخل الطريق السريع او النظام السريع على الطرق اتجمعت مع بعضها وعملت بلوك، يعني سدت الطريق. تمام كده؟ الجملة دي فيها خطأ. تعال نشوفه مع بعض: The cars، تمام، ثم are trying، فاعل اهو، تمام، وادي الفعل are trying to enter the freeway are linked up for blocks. تمام؟ الإجابة هنا فيها خطأ. فين يا جماعة الرابطة؟ حد يجيب لي الرابطة كده؟ مش ده اللي جه في ذهنك على طول مفيش رابطة؟ طب the cars الرابطة اللي تنفع معاها ذات ولا هو ولا هوم ولا which؟ which. طيب the car يبقى المفروض في المكان ده كده which. تمام؟ which are trying to enter the freeway system، واروح قافل كده عليها واقول ان دي كمان اسمها ايه بقى؟ adjective close، جملة وصفية. طب الجملة الوصفية هنا غلط ليه؟ او الجملة دي كلها غلط ليه؟ عشان انتقصت الى الرابطة which التي تحل محل الفاعل في الجملة الوصفية. فقول the cars which are trying to enter the freeway system مالها are lined up for blocks. I have great respect for everyone who on the dean's list. بيقول انا بحترم كل واحد جه في قائمة الدين. تمام؟ طيب I the subject where I have great respect. I have ادي الفاعل والسبجكت والفيرب بتاعي موجود اهوت. تمام؟ for everyone وادي الكونكتور بتاع. تعال نشوفها كده الكونكتور هو. طيب هو هنا جت كفاعل. طب الجمله دي اللي هي الجمله الوصفيه دي الادجكتيف كلوز دي فيها فعل؟ واحد يطلعه لي كده. لا ما فيهاش فعل يا بطل. اذا هنا المفروض في المكان ده اخد is في المكان ده. ليه يا عم خدت ايز؟ عشان كلمة everyone دي مفرد. واحد يقول لي everyone جامع، اقول له لا everyone مفرد و everything برضو مفرد. تمام؟ طيب يبقى اذا I have great respect، انا لدي احترام كتير لكل شخص موجود في قائمة الدين. طيب هو هنا مش دي الكونكتور بتاعتي؟ ايوه. فاعل؟ اه فاعل. طيب جي وراها ايه؟ ما جاش وراها فاعل. اذا ده الخطأ في الجملة دي. ونشوف مع بعض نمبر 4 يا شباب. It is going to be very difficult to work with the man which. من عندي which كده امسك احط عليها دايرة عشان تعرف ان ديت الادجكتيف كلوز الجملة الوصفية بتاعتنا. طيب ده فاعل؟ اه مظبوط. الفيرب؟ اه مظبوط. تمام يبقى الفاعل والفعل مظبوطين في الجملة الأولى. طيب من عند الكونكتور كده اللي هي which هنشوف دي مظبوطة. began اه. طب فين الفاعل؟ ما هو يا عم which احنا اتفقنا في المهارة رقم 12 ان which بتحل محل الفاعل. طيب لانها اصلا جمله وصفيه لفاعل. طيب which has just. يبقى اذا الجمله صحيحه دي فاعل وفاعل. امال ايه الخطا في الجمله دي؟ انا بقول انها خطا. انت معايا كده في الراي ده ولا عندك راي تاني؟ لا هي خطا يا شباب. طب واحد يقول لي قال لي ازاي؟ طب يلا كده شغلوا دماغكم معايا كده. ها تطلع خطا ولا لا؟ تطلع خطا. يعني انا هحط اي هنا اهو كده اهو. والدليل ايه يا مستر؟ اهو which. قال لها ما هي رابطه وتيجي صح مكانها. اقول له ايوه يا سيدي ماشي تمام، ما هي رابطه وتيجي مكانها. بس انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن ايه؟ عن عاقل زمان. تمام يا شباب؟ يبقى كلمه زمان دي ناخد لها ها هو او هوم. تمام كده؟ فيبقى الاجابه It's going to be very difficult to work with the man who just began working here. اللي اشتغل هنا هو. خلاص كده؟ نمبر 5 يا شباب بيقول the door that leads to the vault ماله؟ it was tightly locked. هنا من الاخر كده الجمله برافو عليك. كلمه what هي it هنا لازم تتشال. ليه يا شباب؟ لان انت مكرر الفاعل the door و it تاني مره. يعني المفروض تبقى الجمله كده بالشكل the door that leads to the vault was tightly locked. ما اقولش it بقى هنا في الحاله دي. ليه يا مستر؟ لان حضرتك دلوقتي شلت door كفاعل ما ينفعش تكرره تاني. حطيت دور كفاعل ما ينفعش تكرره تاني. يبقى the door that leads to the vault was tightly locked. تمام كده يا شباب؟ ما تنساش تبص على شاشات النهايه. وبطلب منك في نهايه الفيديو ده لو عجبك الفيديو تعمل لايك. ما تنساش الشير عشان تفيد اصدقائك واحبابك. اعمل لهم منشن على الفيديو ده. كمان لو انت ضيف جديد علينا في القناه شرفتنا. اشترك معانا في القناه هتشوف فيديوهات كتيره ان شاء الله. وفعل زر الجرس على اشعارات الكل. وما تنساش تبص على شاشة النهاية. أرق تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.